زريدة في غيابة تسلل محاولة ممتازة تصويبة وتلهدف راية مرفوعة من الحكم المساعد تلغي مشروعية الهدف راية مرفوعة من الحكم المساعد تلغي مشروعية الهدف الأول العملية الهجومية الخاطفة السريعة محمود بن حليب يبحث عن الحلول يبحث عن الحلول لاعب اللي كان قام بدور كبير جدا على مستوى الحضور الهجومي في المباراة الأخيرة من فريق شباب السوير المريادي نشوف هنا اللقطة فيها ولا ما فيهاش فيها ولا ما فيهاش غرفة الفار ستؤكد القرار ميليمتري أعتقد سيكون هنالك حديث بين حكم الساحة وغرفة الفار كيف ستكون ردة الفعل هناك اتصال هناك حديث هناك ترقب الحكم إذن يقول بعد معاينة الأمور في غرفة الفار هدف مشروع لعناصر فريق رجاء الرياضي 1-0 1-0 تنطلق المنافسة شوفنا لقطة لقطة ديال العملية الهجومية وديال خروج الكرة وبالتالي هدف أول لعناصر فريق رجاء الرياضي فرحة إذن من جانب العناصر ديال فريق رجاء الرياضي نشوفوا هنا محسن تولي على مستوى التمرير نشوفوا الطريقة اللي كان جات من خلال الكرة في اللقطة الماضية محسن تولي تمريرة داخل منطقة الجزاء ثم الاستثمار من خلال هذه التصويبة عملية هجومية منسقة